احنا طبعا قبل الفاصل لو خدت بالكم كان في كوبايه لبن قدامي، كوبايه لبن خالي الدسم او كامل الدسم مش 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 حكايتي، المهم ان لكن هو خالي الدسم، يعني هي في المقادير خالي الدسم، لكن لو انت عندك في البيت لبن كامل الدسم مفيش مشكله عندي خالص يعني. تمام، وصفه النهارده هو مشروب الموكا لايت. الموكا يعني حاجه زي الكاكاو، حاجه زي الشوكليت باللبن، الناس اللي بتحب تشرب الحاجات دي انا جبتها لكم اهي لايت دايت. انت ممكن تطلبوها من الكروع على فكره، حلوه قوي. بتجيبي كوبايه لبن وبتسخنيها على النار، انا قبل لما طلعنا فاصل حطيتها في الكنكه بس عشان الوقت. كوبايه اللبن سواء كامل او خالي، اللي معايا دي خالي، اوكي. بتحطيها في الكنكه وتسيبيها تغلي، واول لما تغلي او تدفى حتى بتحطي الاول المقادير بتاعتنا، وهي معلقه صغيره من الشوكولاته الدايت، ومعانا قرفه مطحونه، قرفه تمام، مش العود يعني. تمام، هتبداي تحطي الشوكولاته، نفسي تجيبولي معلقه، اتمنى يعني. وادي الشوكولاته وادي القرفه، الشوكولاته مع القرفه هتعلي معانا حرق دهون البطن، ما فيهاش اي مشكله، كل الناس تاخدها، لا بقى اللي يقولي انا عندي ضغط، عندي معدتي، عندي قولوني مش عارف ايه، ما فيهاش مشكله. تمام، اللبن عندي بدا يفور خلاص بالنسبه لي كده، انا عايزاه يدفى بس. اللي عنده نقط الحرق ما تنسوش، نقط الحرق تتحط عليه من 5 لـ10 نقط، من 5 لـ10 نقط. ادي الوصفه اهي قدامكم، عائله صحتك وبس حبايب قلبي، اسيبها كده احطها كده، حلو كده. حبايب قلبي، عائله صحتك وبس، مشروب الموكا لايت، الناس محدش يحط عليه سكر ارجوكوا، عائله صحتك وبس، ممنوع السكر، انا شايفاكوا سكر حطوا سكر دايت، اطلبوه من الـ من الـ من الكرو بتاعي، حلو جدا، سكرالوز انضف حاجه. والشوكليت دايت موجوده برده عندهم، والقرفه موجوده عندك في البيت، مش معقول كمان هديك القرفه كمان، القرفه موجوده في البيت، دي حلوه جدا، بتعلي معايا حرق جسمنا خصوصا منطقه البطن. طول ما انت قاعده زهقانه ابعدي عن الشاي بقى والحاجات، لا اهي عندك حاجه دايت، مشروب دايت وحلو والله العظيم جدا، لولا المخرج بس كنت ذقت دلوقتي على الهوا ووريته لكم، جميل قوي، وانا والله بشربه في البيت كتير. نقط الحرق حطوا عليه، اي مشروب تعملوه من 5 لـ10 نقط، وتحطوا سكر الدايت 3 بس او 2 ويا ريت واحده بس، وتشربوها، اشربوها بس مرتين في اليوم، مسموح مرتين في اليوم، وتكون بعد الوجبه مش قبل الوجبه. تمام، ده كده المشروب بتاعنا في وقت